يا مساء الخيرات يا أحلى وأغلى وأجمل متابعين. اليوم جولتنا في الولايات المتحدة في قضية جدا مميزة لا تفوتوها أبدا، لكن كالعادة بعد الفاصل اللي خلاله حبايبي اللايك الاشتراك في القناة نشر رابطها نسمع. السيدة المتصلة موجودة في باركينات واحد من الجمات في المنطقة، على طول بتوصل أكيد سيارات الإسعاف رجال الشرطة. مبدئيا لما يوصلوا رجال الشرطة بينتبهوا أنه واضح الرجل ما تعرض لهجوم، ما في آثار ضربات أو أشياء غريبة في جسمه، ممكن تكون وفاة طبيعية. وفاة توماس كانت صدمة لجميع أفراد العائلة، الأصدقاء أولاده واللي عددهم 4. واحدة من بناته بتحكي أنه هي حياتها تغيرت للأبد بعد وفاة والدها. طبعا بيكون محاولات لإنقاذ حياته، إلا أنه هي بتكون محاولات فاشلة. بيحاولوا الآن يجمعوا أدلة يعرفوا شو سبب هاي الوفاة. هالحادثة واللي مبدئيا تعتبر غريبة هي تخص زي ما حكيت توماس اللي عمره 44 عام، صارت بتاريخ 29 نوفمبر من العام 2011 في كاونتي ألستر كاونتي منطقة نيويورك. اللي لفت نظر رجال الشرطة هو الوضعية اللي كان فيها توماس، موجود في مقعد الراكب كأنه هو نايم في سيارته. بينتبهوا على ملاحظة أخرى جدا مهمة، واللي هي أنه سيارته لثوماس كانت موجودة بعيدة عن مدخل الجيم، المفروض هو جاي يتدرب تكون سيارته قريبة من المدخل. بالمناسبة هم موجودين في باركينات كينغستون بلانيت فيتنس. هلا بيبدوا عاد يتساءلوا رجال الشرطة شو سبب الوضعية اللي وجدت فيها الجثة، ليش هي السيارة بعيدة عن المدخل. والآن بتوصل أخبار وفاته لتوم لأفراد عائلته، زوجته السابقة، أولاده اسمها ميشيل الموجودة في منطقة كولورادو على بعد 1800 ميل تقريبا. هلا هي بتعرف إنه هو بصحة جيدة، بيلعب رياضة، يعني بتكون متفاجئة في وفاته. بيخطر على بالها إنه هي حالة طبية طارئة صارت معه أدت إلى وفاته. هم مطلقين هي وزوجها من 12 عام تقريبا، إلا أنه عندها منه 2 من الأولاد ما زالت علاقتها فيه جيدة. عندها بنت اسمها جوليان عمرها 15 عام، ابن اسمه برادلي عمره 17 عام. وأكيد عارفين المهمة الصعبة الآن أمامها السيدة اللي هي ميشيل، تخبر أولادها بوفاة والدهم. يمكن من أكثر الأشياء المؤلمة أنه البنت جوليان بتحكي أنه هي ما اقتنعت بوفاة والدها، حاولت ترن عليه، هي متوقعة أنه يرد عليها. والدة توماس واللي اسمها ماري، والده توم سينيور، هم أيضا كانوا في حالة من الصدمة طوال عمرهم. هم فخورين بابنهم لأنه إنسان مجد في عمله في دراسته، معه شهادة الدكتوراه في العلاج الفيزيائي. كان معروف عنه لتوم أنه هو بيحب يمضي معظم أوقاته مع أفراد العائلة، إلا أنه كان في له واحد من الأصدقاء اسمه جيلبرتو نونيز، واحد من الأصدقاء المقربين جدا. هالرجل واللي هو جيلبرت بالفترة الحالية هو في مشروع طلاق من زوجته، إلا أنه كانت علاقته جيدة مع أولاده، كان أب جيد. كيف تعرف على أفراد العائلة؟ من خلال تعرفوا الأولاد والمدرسة، تعرفوا على بعض، بدأت العلاقة بينهم أسرية. الآن العلاقة بين توم هالرجل اللي هو جيلبرت، زوجة توم واللي هي ليندا، هي السيدة اللي تواصلت مع رجال الشرطة في بداية
القضية. ليندا لما تعرف أنه زوجها ما وصل لمكان عمله مباشرة بتركب سيارتها، بتبدأ تبحث عنه لزوجها. هي بتتوقع أنه موجود في النادي، بتوصل على المكان، بتنتبه على سيارته أنه هو متوفي داخل السيارة، بتتواصل مع رجال الشرطة. وبعد فترة قصيرة خلال وجود رجال الشرطة سيارات الإسعاف، بيوصل لصديقه واللي هو جيلبرت، بيدخل بحالة من الجنون لما يعرف أنه توماس متوفي. بيبدأ يركض باتجاهه، يحاول أنه يقترب منه، واضح عليه أنه هو منفعل. بيبدأ يحكي أنه توم صديقي، أنه ليش ما بتعملوا له CPR، يعني بيحاول يدخل في البروسيجر. وطبعا الموجودين في المكان بيخبروه انه خلاص ما في مجال يعملوا اي شيء لانه هو توفى. ما تتخيلوا ردة فعله، بينهار على الارض على ركبه في حالة سيئة جدا. هلا ردة فعله المبالغ فيها بتلفت انظار الجميع. بيبدوا عاد رجال الشرطة يضعوه ضمن دائرة المشتبه فيهم، بيبدوا يبحثوا في ماضي، يجمعوا عنه معلومات، بيعرفوا انه هو اصوله من الدومينيكان. هلا هو رجل معروف جدا في منطقة كينغستون لأنه يعمل في دائرة الإطفاء كرجل متطوع. بالإضافة لذلك هو عنده واحدة من أكبر عيادات طب الأسنان في المكان. بيبدوا يسألوا الناس الموظفين اللي عنده بالعيادة. واحدة من الموظفات واللي اسمها ميري ألين بتحكي إنه هو من أفضل الأطباء اللي تعاونت معهم، هي تعمل معه على مدى 13 عام تقريبا. هي بالمناسبة تعمل في مجال التعقيم. هلا بتحكي عنه إنه هو إنسان هادي إلى أبعد الحدود. على مدى فترة عملها ما شافت إنه هو بيعلي صوته، بيصرخ، بيدخل بحالة من الغضب. لكن ردة فعله المبالغ فيها وصوله لمسرح الحادث كان شيء ملفت للنظر. بينتبهوا على السيارة اللي بيركبها، هي SUV ضخمة جدا لونها أبيض. بيبدوا يتبعوا كاميرات المراقبة. بينتبهوا على شيء غريب جدا، انه هاي السيارة الضخمة SUV موجودة بالقرب من سيارته لتوم في الباركينات. الآن شكوكهم بتزداد فيها الرجل اللي هو نونيز. وبعد 3 أيام على وفاته لتوماس، بيتم استدعائه للصديق المفضل واللي هو نونيز. بيبدو رجال الشرطة هيك يحكوا له شو حابب تحكي لنا معلومات، يعني جلسة تعارف. أول شيء وأهم شيء بيذكره إنه هو على علاقة مع زوجة توماس. المسؤولين عن القضية اوريدي كانوا عارفين انه في هاي العلاقة، هي مجرد اشاعات الان تم تأكيدها، وما كانت علاقة صداقة بريئة، لا كانت علاقة جسدية. ما بيخجل ابدا من انه يتحدث عنها هالرجل اللي هو جيلبرت. جيلبرت بيعترف انه العلاقة بينهم على مدى 9 شهور، انه هم من فترة لاخرى بيلتقوا في اماكن معينة من اجل العلاقة الجسدية، ما عنده حرج ابدا. الان هاي المعلومة بتزيد من شكوك رجال الشرطة انه ممكن يكون له علاقة بالحادثة او الجريمة. هو بيدعي انه خبر رجال الشرطة بهاي المعلومات لانه في النهاية راح يعرفوها، بالاضافة لانه هو رجل حب يكون صادق معهم. هلا بيسألوا له الرجل انه في النهاية هاي زوجة صديقات، ما كنت تحس بالحرج او الخجل او انه موضوع غريب؟ بيحكي انه هو اجاه الشعور لكن استمر في العلاقة. لكن تخيلوا يا جماعة، الموضوع بصير اغرب واغرب. العلاقة بين جيلبرت وليندا كانت تماما كأنه هي علاقة مراهقين، لما ما يكونوا مع بعض مسجات حب غرام، يعني أشياء بالعادة الشباب الصغار اللي بيعملوها. هم عايشين المشاعر، عايشين المراهقة، يحتفلوا في مناسبات، يعني الصراحة شيء مخجل جدا. anyway، بما انه هو بعده يعني ما صار الطلاق، هي متزوجة، بيتصرفوا كالمراهقين في كل الأحوال. بيسألوا له الرجل إذا كان يحرضها لليندا إنه تترك زوجها. بيحكي أبدا أبدا. بيحاولوا إنه يسألوها لليندا، ما بتجاوب ولا على أي سؤال. يمكن من أغرب الأمور اللي بحب أذكرها إنه هالرجل اللي هو جيلبرت بيحكي إنه زوجها عرف بإنه في بينهم علاقة بين زوجته وصديقه. ما كانت ردة فعله سيئة أبدا، وافق على هاي العلاقة.
ما بعرف، في شهر جولاي من العام 2011 بتبدأ توصل مسجات لليندا لزوجها اللي هو توماس بأنه هي بتخونه، هو بيخونها. مين اللي كان يبعث هاي المسجات؟ هو جيلبرت. جيلبرت مشتري جهاز هاتف من هاي اللي يتم التخلص منها، بدأ يبعث هالمسجات. طبعا ليندا بتخون زوجها، لكن زوجها ما بيخونها أبدا. هالرجل الطبيب اللي المفروض انه هو مشغول بعيادته فاضي لهاي السوالف الغريبة. في النهاية توم زوجته بيعرفوا انه اللي بيبعت هاي المسجات هو جيلبرت. هلا شو ردة فعله لتوم؟ تخيلوا، هالرجل اللي اسمه توم بيروح بيواجه زوجته انه انا بعرف في بينك وبين صديقي علاقة، هي ما بتنكر ابدا، لكن بتستمر في علاقتها الزوجية معه لتوم. بالنسبة لجيلبرت 3 4 ايام يحاول يتواصل مع صديقه المفضل اللي هو توماس، ما يرد عليه، بعدين بترجع العلاقة طبيعية. واسمعوا يا جماعة الشيء المبكي المؤلم المضحك، بيحكي هالرجل جيلبرت انه هو راح لصديقه توم، بدأ يعتذر له عن هاي العلاقة، ركع على ركبه امام صديقه توم، حكى له صديقه يا رجل مش مساهل الموضوع، انهض انهض ايها الرجل الشجاع، بيعطيه هق او بيعانقه بتنتهي القضية. يا سلام على الرجال الرجال. بيحكي جيلبرت بعد هيك رجعت علاقته طبيعية جدا مع صديقه اللي هو توم، كمل في علاقته مع زوجة صديقه اللي هي ليندا، ما في مشكلة، طيبة الأمور، طيبة. بالعكس بيحكي جيلبرت إنه العلاقة صارت قوية جدا مع ليندا مع هالرجل اللي هو توم، بحسب كلامه طبعا. إنه توم أحيانا كان يسأله هل أنت اليوم راح تشوفها لليندا؟ هل راح تلتقي فيها؟ يا عيني على الرجولة إذا كان هالكلام صحيح. بيكمل جيلبرت إنه هو الآن مرتاح لأنه اعترف لصديقه، لأنه صديقه ما عنده مانع أبدا. بيبدو عاد صداقتهم بشكل عادي جدا. مسجات أحيانا توم في مرة من المرات بيبعت له مسج بيحكي له فيها إنه صديقتك اللي هي زوجتي الآن تخبز بعض المخبوزات. يا سلام على الروعة، الصراحة شيء فاخر من الآخر. الآن والدة توم بيحكوا إنه هالكلام مستحيل يكون صحيح، بينما زوجته السابقة بتحكي إنه هو رجل كان يحب العائلة، ممكن إنه تقبل هالوضع حتى في النهاية ينتهي بطريقة مختلفة، يعني ترجع تمل منه لجيلبرت وترجع لزوجها. بس عادي جدا ممكن تمل منه لجيلبرت، تبحث عن رجل آخر غيرك يا توم غيرك. بعض المسجات تؤكد انه هو كان عارف بهاي العلاقة، بيحكوا لبعض ثانك يو برو في المسجات، طبعا بيحكوا لبعض لاف يو، وزي ما حكيت لكم في واحدة من المسجات بيحكي له انه حبيبتك بتخبز بعض المخبوزات، بطل يا توم بطل. تخيلوا لما توم يبعث هاي المسج لجيلبرت يحكي له انه حبيبتك بتخبز، بيكون جوابه لجيلبرت انه عظيم انا بحبها جدا، حبك برص انت وهو. يعني شوفوا يا جماعة احيانا الواحد بيحاول يكون حيادي لكن ما في مجال، ما في مجال. كيف ممكن يوصل بعض الرجال لهاي الدرجة؟ الصراحة الأمور تخرج عن السيطرة. المهم إنه هالرجل اللي هو جيلبرت بيكون طبيبه لتوم، بيبدأ عاد جيلبرت يعطي رجال الشرطة معلومات عن الحالة الصحية اللي فيها توم، بيبدأ يحكي لهم إنه توم عنده حالة طبية يمكن بتعرفوها بسموها سليب أبنيا، اللي هي إنه بعض الأشخاص بسبب السمنة بسبب تفاصيل أخرى ممكن يتوقفوا عن التنفس خلال النوم. هاي يعني صعبة جدا على الأشخاص، أو بيعاني منها أكثر الأشخاص اللي عندهم السمنة. والآن نروح لتقرير الطبيب الشرعي اللي بيحكي إنه هالرجل اللي هو توم بيعاني من تضخم في القلب، عضلة القلب، بيعاني من شيء مهم اللي هو السمنة لكن بدرجة متوسطة. لكن لما توصل نتائج فحص السموم هون بيكون الموضوع شوي مربك.
لأنه بيتم التأكد أنه في كمية من مادة الميدازولام موجودة في جسم هالرجل. بيبدوا يبحثوا هل طبيب هالأسنان بيستخدم مادة الميدازولام أو لا. هو بينكر تماما، بيحكي عادة الجراحين هم اللي بيستخدموها، هو بعيد عنها تماما. والآن هم محتارين عن سبب وجود هاي المادة في جسمه لتوماس. على كل الأحوال بيصدر تقرير الطبيب الشرعي بأنه هو تسمم حاد في الميدازولام. الخبراء بيحكوا أنه في الأحوال العادية كمية الميدازولام اللي كانت موجودة في جسمه ما بتقتل أي رجل، لكن هو بالذات لأنه عنده مشكلة سليب أبنية، شوي عنده سمنة، وجود هاي المادة عمل شت داون للجهاز التنفسي. وبتتذكروا اللي لفت نظر رجال الشرطة لموضوع السليب أبنية هو دكتور جيلبرت. هم بيتوقعوا إنه هو كان موجود معه بالسيارة، كان معه فنجان من القهوة، وضع هاي المادة فيها، أعطاها لصديقه اللي هو توم، وصارت الوفاة. بيبدوا يبحثوا في فرضية إنه في أشخاص آخرين عندهم أكسس على هاي المادة. بيوصلوا لنتيجة إنه الزوجة واللي هي ليندا تعمل في واحدة من المستشفيات، هي أيضا ممكن توصل لهاي المادة. الآن مبدئيا هم متأكدين إما الزوج أو العشيق هو المسؤول عن جريمة القتل، لكن وين فنجان القهوة أو كاسة القهوة اللي المفروض فيها هاي المادة ما كانت موجودة؟ هل السيارة البيضاء اللي شوهدت على كاميرات المراقبة هي سيارته لجيلبرت أو لا؟ كل هاي الأمور ما كانوا قادرين على إثباتها. بينتبه رجال الشرطة على شيء مهم. تخيلوا انه البنطال كأنه السحاب مفتوح، الحزام مفكوك، هو نايم هيك بوضعية معينة، كأنه الشخص الجاني حاول يعمل ستيجينج على وضعية الجثة بحيث يظهر هالرجل انه في علاقة جسدية بينه وبين سيدة صارت الوفاة. والآن وحتى يتم استبعادها لليندا كمشتبه فيه، بيخضعوها لفحص الكذب، بتجتازه، بيروحوا على المستشفى، بيتأكدوا من السجلات إنه ما في نقص أبدا بمادة الميدازولام. صحيح إنه ما بيفتشوا بيتها، لكن بيستبعدوها كمشتبه فيه. والآن المشتبه فيه الرئيسي والوحيد هو جالبرتو نونيز. بيستدعوه في شهر فبروري من العام 2012 مرة أخرى من أجل السؤال. بيواجهوه بالمعلومات بأنه سيارته كانت موجودة في المكان بجانب سيارة توم، بأنه تم مشاهدتها باتجاه الباركينات. هو بينكر تماماً. وبيتم استجوابه على مدى 7 ساعات، مرات يكونوا هاديين، مرات يبدوا يصرخوا عليه، إلا أنه هو ما بيعطيهم أي معلومة أبدا، بيكون ثابت على موقفه. طبعا هو بدون محامي. لما يعرف أنه هم أخذوا مذكرة، بدوا يفتشوا بيته، بدوا يفتشوا المكتب، الآن بيتوقف عن الإجابة. هو بيحكي لما رجع على بيته اتفاجأ بأنه هم فتشوا منزله، فتشوا مكتبه، خلاص صار متأكد أنه هو المشتبه فيه الأساسي، لهيك بيوكل محامي، وما كان أي محامي أبداً. بيتحفظوا على أجهزة الكمبيوتر الموجودة في العيادة، بياخذوا مجموعة من الملفات، بيتفاجأوا بوجود عبوتين من مادة الميدازولام داخل العيادة. صحيح ما كانوا مفتوحين أو مستعملين، لكن أنت بتحكي ما بتستخدموهم أبداً. بياخذوا هاي العبوات، بتعرفوا بيحاولوا ياخذوا عنها بصمات، ممكن يكون بصماته لنونياز ما له أي بصمة أبداً. لما يفتشوا سيارة توم يبحثوا عن دي إن إيه، بصمات تخصه لهالرجل اللي هو جيلبرتو نونياز، ما في أي بصمات تخصه داخل سيارة توم. هم شبه متأكدين إنه هالطبيب مسؤول عن الجريمة، لكن ما عارفين يثبتوا هالشيء أبدا. تخيلوا إنه ليندا بتعطيهم إيميل لرجال الشرطة، المفروض إنه هالإيميل من والدة جيلبرتو، بتحكي لليندا إنه تتوسل إلها إنه تترك زوجها تبدأ تعيش مع جيلبرت، لأنه هو بحبها، لأنه هم لازم يكونوا مع بعض. بيكتشفوا إنه ما كانت هي والدته اللي أرسلت الإيميل، هو اللي أرسل الإيميل. طبعا هو ما بينكر إنه هو اللي بعت الإيميل، لكن بيحكي مجرد هيك، يعني حركة سخيفة لا أكثر ولا أقل. ما كان هو مهووس فيها، ما كان مجنون فيها.
هو يدعي أنه من خلال هالإيميل هو حاول يقرب بين ليندا ووالدته. هلا في رسالة غريبة جدا أيضا ليندا تعطيها لرجال الشرطة. في هاي الرسالة اللي هو أعطاها إياها بيدعي أنه إجته من أحد معارفه في CIA. في هاي الرسالة الغريبة المفروض انه CIA بدو يبحثوا في انه توماس له علاقة جسدية مع سيدة اخرى، وكأنه كثير مهتمين CIA بهاي المواضيع. لا، وبيكتشفوا معه هوية مزيفة لعميل من عملاء CIA، انه هو عميل من عملاء CIA. لما يسألوه عن موضوع الهوية بيحكي مجرد يعني هيك حركات سخيفة لا أكثر ولا أقل. تخيلوا إنه في مرة من المرات بيطلب من واحد من أصدقائه إنه يتظاهر بإنه هو عميل من عملاء CIA، يهدد الرجل الآخر واللي هو توم. يا أخي، هو تارك لك زوجته، تاركها، شو بدك أكثر من هيك؟ شو بدك؟ الآن ما في أمامهم إلا أنه يثبتوا أنه هاي السيارة اللي كانت موجودة بالقرب من سيارة توم هي سيارته لجلبرتو. بيستأجروا خبير في هالمجال، بيبدأ بتعرفوا يقارن صفات السيارات، مساحتها، بتعرفوا ارتفاعها، طولها، بيوصل لنتيجة أنه هي سيارته لجلبرتو، النيسان باثفايندر. هلا الخبير بيأكد أنه هي باثفايندر، لكن بيحكي يمكن ما تكون سيارته لمين لجلبرتو، لأنه المفروض في أشياء بتعرفوا الفاير فايترز بيضعوها على السيارة. ما كان واضح إذا هالإضاءة الأمامية موجودة أو لا. هالخبير واللي هو فريدريك بيعمل تجربة الصراحة جميلة جدا. بتعرفوا في الليل الإضاءة الأمامية لكل سيارة بتختلف من سيارة لأخرى حتى لو كانت من نفس الموديل. اللي بيعمله إنه بيقارن إضاءة السيارة الأمامية مع سيارته لأنه نيازي، بياخذوها منه بيطابقها مع سيارات نيسان أخرى باث فايندر ما بتكون مطابقة لكن مطابقة مع سيارته لأنه نياز. مبدئيا هي سيارته. تخيلوا أنه خلال هاي الفترة أفراد العائلة ما كانوا عارفين أنه هالرجل اللي هو صديقه المقرب هو المشتبه فيه الأساسي. هلا الجميع كان يتألم ويتألم جدا، إلا إنه الشاب الصغير اللي هو ابنه لكولمان أو توم كولمان هو أكثر واحد كان عليه صعب وفاة والده. هالشاب الصغير وفي الذكرى الأولى لوفاة والده بيكون عنده المحاولة الأولى للانتحار. بيتناول مجموعة من الأقراص المنومة، بيحكي لوالدته إنه هو أخذ هاي الأدوية حتى ينام يصحى يكون بجانب والده. طبعا بيتم إنقاذه من هاي المحاولة، إلا إنه بعد 3 أشهر بيرجع بيكررها وبينتحر. تخيلوا. براد لما نفذ عملية الانتحار بيكون عمره 18 عام. الآن هم أفراد العائلة بدهم يتعاملوا أو يتحملوا ألم فقدان الوالد، أيضا فقدانه لبراد. خلال هاي الفترة الرجل الآخر اللي هو جيلبرتو عايش حياته، بيدخل على مواقع ديتينج سايت، بيلتقي بسيدة، بيتزوجها، يستمر في عمله، حياته طبيعية جداً. هالزوجة واللي اسمها جميل بتحكي إنه هي متأكدة تماما بإنه زوجها بريء، لكن بيعرفوا يعني إنه هو مشتبه فيه كان ينغص عليها حياتها، وراح يتنغص عليكي أكثر يا حلوة، لأنه بالعام 2015 بيتم القبض عليه في شهر أكتوبر. بيتم اعتقاله وهو ماشي بسيارته في الشارع. توجه له عدة تهم من ضمنها جريمة قتل من الدرجة الثانية بالإضافة للتزوير. بيعرف وهو زور هوية إنه هو من CIA. وعلى طول هالطبيب الثري بيوكل 2 من أشهر المحاميين في نيويورك، جيرالد شيرجيل إيفان ليبتون. المحاميين بيحكوا بمنطق إنه ما في جريمة من البداية، إنه هي وفاة طبيعية. بمضي شهر كامل داخل السجن، بعدين بيعملوا له كفالة بقيمة $1,000,000. هلا هم بيحكوا بطريقة محاميينه إنه ما في جريمة من البداية، هي موتة طبيعية. بتبدأ محاكماته في شهر مايو من العام 2016، بعد 4 سنوات ونصف على وفاة أو مقتل كولمان.
المدعي العام بتأكد إنه هالرجل كان عنده هوس فيها لليندا، إنه حاول في النهاية يقتل زوجها حتى تبقى هي إله لوحده. بتعطي عاد الأشياء اللي حكينا فيها سابقا، الإيميل، تقرير CIA، الهوية، كل هاي التفاصيل السابقة. المحامي الشرقاوي بيحكي بطريقة إنه ما في داعي نفى جريمة قتل، لأنه الزوج اللي هو كولمان تقبل العلاقة بين زوجته وبين صديقه. الدفاع بيحكي إنه هي وفاة طبيعية، لأنه الرجل كان عنده تضخم في عضلات القلب. المدعي العام بيرجع بيذكر موضوع الميتازولام، وإنه عثروا على تنتين من العبوات داخل العيادة. المدعي العام بيكون معه الشاهد فريدريك، بيبدأ يشرح لأعضاء هيئة المحلفين الموجودين في المحكمة موضوع طريقة انتشار الضوء، وفي النهاية بيعطي رأيه بأنه هاي السيارة على الأغلب هي سيارته لجلبرتو. خلال هاي المحاكمة هو ما بيصعد على منصة الشهود. ليندا العشيقة بتكون موجودة، بتحكي إنه هي ما كان عندها خطة أبدا بإنه تترك زوجها، إنه هي كانت تحاول يعني ترجع العلاقة بينها بين زوجها، لأنه هي بتحب تحافظ على العائلة، بتحب. لكن من خلال إيميلاتها واضح إنه هي تتحدث عن انهيار زواجها من توم. هل المفروض إنه في عدد كبير من المسجات، 62 مسج بين توم وبين جيلبرتو، إلا إنه لما فتشوا موبايله لتوم ما كانت موجودة. هم بيتوقعوا إنه هالرجل اللي هو جيلبرتو مسحها. طبعا هو بيتهم رجال الشرطة بأنه هم اللي مسحوا المسجات حتى يعني يعطوا إيحاء بأنه العلاقة غير عادية بينهم، لأنه هم خلال هاي المسجات كانوا يتحدثوا عن موضوع كرة القدم. إذا كان بينهم هالمسجات دليل على أنه العلاقة بينهم طبيعية. بيبدأ دفاع يلفت نظر رجال الشرطة، طبعا بيستدعي المسؤول عن القضية للشهادة بأنه في مجموعة من الأمور ما بحثوا فيها، زي مثلا واحد من الإيميلات اللي جاي بتعرفوا من هاي المواقع الإباحية. هم بدهم يوصلوا لنتيجة أنه رجال الشرطة ما بحثوا بطريقة كافية. هم بيحاولوا يوصلوا لنتيجة إنه هالرجل كان يتعامل مع هاي المواقع الإباحية اللي هو توم. ممكن واحدة كانت معه بالسيارة وبتعرفوا الوضعية اللي وجد فيها، السحاب مفكوك، الحزام عفوا، سحاب البنطال نازل. يعني ممكن تكون واحدة من السيدات بينه وبينها علاقة، توفى وهو في هاي العلاقة هي غادرت السيارة. المسؤولين عن القضية بيضحكوا من هاي الفكرة إنه سيدة الساعة يعني فترة الصباح تعمل فيها المجال إجت بسيارة مشابهة لسيارته لجيلبرتو، عملت علاقة، أعطته الميتازولام وغادرت المكان. الفكرة أبدا غير منطقية. وبعد 4 سنوات ونصف من التحقيق، محاكمات استمرت على مدى 3 أسابيع، مداولات استمرت على مدى 6 ساعات، بيوصلوا لنتيجة. شو هي النتيجة يا ترى؟ تخيلوا، هو وجد غير مذنب. هاي المحاكمة كان فيها أكثر من 50 شاهد. في النهاية هو وجد غير مذنب، أكيد هو سعيد، زوجته سعيدة، لكن وين يتركوك يا جيلبرتو؟ أفراد عائلة كولمان، توم كولمان، بيكونوا في قمة الغضب، إلا أنه في النهاية هيئة المحلفين بيحكوا أنه كان في زي ما نحكي أشياء غير واضحة غير أكيدة. في النهاية بيرجع لشغله، بيرجع لحياته. لكن بتعرفوا أمريكا معروفة يا جماعة، معروفة لما بدهم خلاص الرجل يبحثوا عن تهم من تحت الأرض، بيبدوا يبحثوا له عاد في التهم الأخرى. طبعا هو خلال هاي المحاكمة وجد غير مذنب في جريمة القتل، لكن التهم الأخرى، تعال يا جيلبرتو أنت مذنب. وغير هاي التهمة توجه إلى تهمة أخرى تتعلق بالاحتيال على التأمين بمبلغ 84,000 دولار، بالإضافة لأنه في أبليكيشن معين المفروض لما تشتري سلاح تعبيه هو أعطى معلومات خاطئة. يعني بدك تروح على السجن، بدك تروح. بيكون له محاكمتين بعد هاي المحاكمة، وجدوه مذنب في موضوع التزوير، وجدوه مذنب في موضوع الاحتيال على التأمين.
وفي شهر فبروري من العام 2017 بعد 8 شهور على إخلاء سبيله وإسقاط التهم عنه فيما يتعلق بجريمة قتل كولمان، هو وجد مذنب بالجرائم الأخرى. المدعي العام كان تطالب بالعقوبة القصوى واللي هي 25 عام. خلال جلسة النطق بالحكم بيجي المحامي معه 180 رسالة من أفراد المجتمع، الناس اللي يدعموا هالرجل على أساس أنه يتم تخفيض العقوبة، إلا أنه القاضي واللي كان اسمه دونالد ويليامز ما بيكون متعاطف معه أبداً. يحكم عليه بالسجن من 2.5 إلى 7 سنوات، يعني القاضي بيسمعه كم كلمة حلوين حلوين، بيحكي معه بطريقة إنه أنت ما بتعرف قوانين ما بتلتزم فيها، إنه أنت صعب تأهيلك. وهيك بتنتهي قصتنا لليوم، لكن عندي بعض التفاصيل البسيطة. من ضمن هاي التفاصيل إنه هالرجل وللأسف الشديد تم إخلاء سبيله بتاريخ 10 سبتمبر من العام 2018، لكن هو تحت المراقبة. انتو عارفين هو مضى 19 شهر فقط داخل السجن. هلا الحلو في الموضوع انه صعب عليه يرجع يفتح حياته، يعمل في مجال طب الأسنان. هو ما زال متزوج من هاي السيدة اللي هي جميل، يعيش معها مع أولاده، لكن ما بيحاول انه يتواصل مع وسائل الإعلام. بالنسبة لليندا واللي كانت شهادتها مع المدعي العام ضده لهالرجل اللي هو جيلبرتو، هي متأكدة إنه هو المسؤول عن جريمة مقتل زوجها. أخذت أولادها، غادرت المنطقة، كانت تعيش في نيويورك بعيدا عن وسائل الإعلام. يقال إنه عندها إحساس بالذنب وإنه هي اللي كانت في النهاية سبب في وفاة زوجها. هلا معلومة أخيرة تتعلق ببنته من الزواج الأول واللي هي جوليان، هي طالبة جامعية تعيش حياتها بشكل جيد. إلى اللقاء في فيديو قادم.